أعزائي المشاهدين، السلام عليكم وصباح الخير. ازاي حضراتكم؟ عاملين ايه؟ في حاجة في عالم الكلاسيك كنترول او الكهرباء بصفة عامة اسمه الانترلوك. والانترلوك يا جماعة هو عبارة عن عملية بيسموها عملية الغلق المتبادل، واللفظ ده شائع بين الكونتاكتورز، هو الغلق المتبادل بين الكونتاكتورات. في بعض الاحيان زي دايرة ستار دلتا او دايرة عكس حركة، مثلا زي دايرة وينش، الكلام ده كله ما بكونش محتاج ان الاتنين كونتاكتور بيكونوا موصلين مع بعض. انا دايرة ستار دلتا ما ينفعش كونتاكتور الستار وكونتاكتور الدلتا يشدوا مع بعض نهائي، هيحصل شورت سيركت عالي جدا. في برضه دايره الونش ما ينفعش الونش بيطلع وينزل في نفس الوقت نهائي. في دايره عكس حركه ما ينفعش برضه الاثنين كونتاكتور يشدوا مع بعض، واحد بيشتغل كده واحد بيشتغل كده، ما ينفعش نهائي. في حاجه اسمها الانترلوك. انترلوك هو غلق متبادل بين الاثنين كونتاكتور، بحيث ان الكونتاكتور ده لو شغال عمر ده ما يشتغل، منع نهائي ان الاثنين كونتاكتور يشتغلوا مع بعض. في نوعين من الانترلوك يا جماعه، في حاجه اسمها الانترلوك الكهربي والانترلوك الميكانيكي. الانترلوك الكهربي ان انا باخد نقطه مغلقه من الكونتاكتور ده في سكه الكونتاكتور ده، بحيث ان ده عمره ما يشد مع ده. لو بصينا للرسمه ديت، كي 2 ده لو شغال عمر ما كي 1 يشتغل، لان كي 2 في نقطه مغلقه في سكه الكي 1. لو الكي 2 ده شغال، النقطه ديت بالطبع هتكون مفتوحه، فلما تكون مفتوحه عمر الكي 1 ده ما يشتغل. كذلك الامر بالنسبه للكي 1، كي 1 لو شغال النقطه دي هتفتح، فبالتالي كي 2 عمره ما هيشتغل، وده بيسموه الانترلوك الكهربي. بيعيب الانترلوك الكهربي دلوقتي الاثنين كونتاكتور قدامي، لو واحد واقف زي حالتي كده قدامي الاثنين كونتاكتور ممكن يدخلهم بصباعه، يزقهم بايده كده، انت عارف الكونتاكتور ممكن يتزق بالايد. عشان يتغلبوا على الموضوع ده قال لك في حاجه اسمها الانترلوك الميكانيكي. الانترلوك الميكانيكي هو عباره عن قطعه ميكانيكيه فيزيقيه، حاجه تمسكها بايدك كده بتحطها بين الاثنين كونتاكتور كي 1 وكي 2، منعا باتا من الاثنين لو انت زقتهم بايديك يخشوا مع بعض، يمنعوا نهائي يخشوا مع بعض. الانترلوك الميكانيكي ده في منه اشكال كتير، في منه على شكل وايرات. لو دخلت على سيرش على اول كده وكتبت الانترلوك الميكانيكي هتلاقي اشكال كتير ليه. بس ده اللي كنا عايزين نقوله النهارده في موضوع الانترلوك ده. ارجو يكون حضرتك استفدت بمعلومه، حضرتك استفدت لايك وشير وفيد الغير، واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.